ممكن في البداية عايزين نتكلم عن أزمة الأدوية المغشوشة من منتهية الصلاحية، لأن بدأنا الفترة اللي فاتت مؤخرا نشوف الموضوع ده بكثرة، يعني بدأنا، وأعتقد ليه ارتباط برضو بما يتعلق بالدخلاء على المهنة. كلام سليم. هو يمكن يعني ظاهرة الدواء المغشوش ربما ظاهرة حديثة على المجتمع المصري وعلى سوق الدواء المصري في الفترة الأخيرة، فعليا نتيجة لجهود وزارة الصحة وقطاع التفتيش الصيدلي لقينا كتير جدا من حالات وضبط لمصادر للدواء المغشوش. الدواء المغشوش تجارة رائجة جدا، وتجارة تدفع بصاحبها إلى مصاف الأثرياء بسهولة وفي فترة زمنية بسيطة. مصادر بتاعت الدواء المغشوش أغلبها بيكون من مصانع ما يسمى بتحت السلم. صحيح. هذه المصانع بتشتري بعض من ماكينات تصنيع الأدوية وبتقوم بعمل خلطة بنسبة 99% لا تحتوي مواد فعالة من الأساس، وماكينة أخرى للطباعة وبتطبع نفس أسماء بعض الأدوية الرائجة. الأزمة الحقيقية ليست في التصنيع، الأزمة الحقيقية في الترويج. من أين يستقي المواطن البسيط مثل هذه الأدوية؟ الأصناف صحيح. المغشوشة؟ يقينا أنه مستحيل يستقيها من الصيدليات المرخصة. ليه؟ لأن أنا كصيدلي مع الخبرة اللي بحصل عليها بستطيع بسهولة جدا التمييز ما بين علبة الدواء الأصلية وعلبة الدواء المغشوش. وبالتالي تجار الأدوية المغشوشة وهذه المافيا لا يمكن أبدا أن هي تقترب من الصيدليات. يخافوا كمان. يخاف من اكتشاف أمره، ويخاف أن الصيدلي هيكتشفها. والصيدلية كمان اللي احنا دايما بنقول عليه للمواطنين أن الصيدلية هي المكان الوحيد الذي يخضع لرقابة التفتيش الصيدلي ووزارة الصحة. هي المكان الوحيد اللي السيد المفتش الصيادلة سواء في المركز أو في المحافظة أو في الحي بيدخل عند الصيدلي بما يتمتع من ضبطية قضائية ويتفضل يشرف على أعمال هذه الصيدلية. هذا التفتيش غير موجود في المستوصفات والعيادات الطبية. هذا التفتيش غير موجود في جروبات الواتساب والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. غير موجود وغير فعال على القنوات التلفزيونية والأرقام المختصرة. بالتالي بتكون ده فضاء واسع وملعب كبير جدا لتجار الدواء المغشوش. طب حضرتك التحذير اللي خرجتوا بيه ده معناه انه الظاهره كانت منتشره بشكل كبير طبعاً مؤخرا، يعني انتوا ايه اللي رصدتوه مثلا؟ احنا طبعا تلقينا على صفحه النقابه عدد كبير جدا من مشاكل تعرض لها بعض المواطنين او ذويه. بتقول اني انا اخذت الدواء الفلاني وما جابش نتيجه، انا اخذت الدواء الفلاني وكان تاثير سلبي مع انه كان بياخده قبل كده عادي. بياخده عادي. لما رجعنا تواصلنا مع بعض الحالات لما اصبحت العمليه ملفته للنظر، وهم يعني احنا في تواصل بقى عبر موقع النقابه الرسمي او عبر صفحه النقابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تليفونيا، طب ايه الاسباب؟ انت خدت الدواء ده منين؟ كانت الاجابه يعني بنسبه غالبه أو تقترب من 100% إن إحنا خدنا الدواء من مصادر أخرى غير الصيدلية، إما بعض المستوصفات والعيادات اللي غير مرخص لها بتجارة الدواء، إما بعض جروبات وسائل التواصل الاجتماعي أو الأرقام المختصرة اللي بتنتشر في الإعلانات التلفزيونية على بعض الفضائية.